عادة الدروس المحمدية في على في حرم زاوية الشيخ سيدي محمد بالقايد. الحمد لله الموضوع هذه السنة ارتاى شيخنا أن يكون ضوابط التفسير ومدارس المفسرين. افتتحت الدروس بمحاضرة معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بنظرة شاملة حول التفسير ومكان التفسير وأقسام المفسرين ودور الجزائر والمفسرين الجزائريين، فجزاه الله كل خير. كانت محاضرة قيمة رائعة. الحمد لله أبدأ السادة العلماء علماء الجزائر الذين حضروا في هذا الافتتاح من لبنان وسوريا وتركيا ومصر، أبدوا إعجابهم بمحاضرة معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف.